mission statement of Assyrian National Broadcasting, ANBSAT. Assyrian National Broadcasting, ANBSAT, was established during a period of desperation for the Assyrian nation. It is not just a TV station, but a media organization that gives a voice to those who are voiceless. It is a watchdog, celebrating people and organizations producing good work and revealing those whose work threatens to harm the Assyrian cause. This accountability role is essential in the absence of an Assyrian government. ANBSAT believes in the sovereignty of every nation, especially the Assyrian nation. Assyrians deserve and need to operate in the public and political spheres as a secular nation, like every other successful modern nation. ANBSAT will promote and help individuals and organizations sharing our work in establishing a free and secular Assyria. So says the bishop, the target of their anger. But they say he can go to blazes. This man here, he's a devil in himself. He's the what, sorry? A devil in himself. He's a devil, is he? Yes, he is. To me, he's a devil. He's not a bishop. Does this man deserve to be killed? God will kill him if he's man of God. بنومتان مغبة شلامة بدراين اللوخون وبدخ اها فيديو رابا كيريا عادي غزيلوخون اتلن پیشانه ده ها ویدیو که مغزیخ لقاتو خون او آلو هاگخ خزخ مودی قووم لا آل ده ها اومت دیین و اومن دیید اخنن جموی و وخ اخ ابهات قد یبخ لپید دیالن خزخ داخی برشل هداره خزخ داخی آه دموکراسی و آه مجرکتانی مردوتا الدموکراسی ین مردوتا مشیخیتا ین ان مردیاتت قد عادیه کما وینا دوزویتا پراسا گده بریتا مود چک زورزنا قد امسی خادان اریا او دیل خادان جوکا خا اریا دخت خزخ لخا او اریا بده گباروی تو قد ایل کتانی ملک گبارت جنگل وادونه خدن جوکا متویونه تومو او دیو بت هم زمخ او میخ دوسه قد ایدان تت مروخ ان لخشیخه مطران دیان قد انا ان اودیو بت ازخ بت همزمخ ال دنه من دیانه ان اخچی بیتت میاقرا مار میلس ان خزخ لی ترشن قم عدیه دخی بزوانو لی قربه بت ارپا ملیون دالار یعوله بده بیتا قد ایل بسک خدان مجکتانی خا قوشون خا آرمی امسا خیه گاوو که خبر نشد که لطل بخته، لطل یعصوره بلکه اویل ارخه هی، نشک اویل ارخه بغزای وقت ارپا ملیون دلار به زویزت مسکنوتت که بنه اومت دیین دخت وین براقه من اطرواتت مدنخه من ایدت کپوره برشنه پلخانه بر قشیوته که خزویز رابسوره میاقره مر میلس برشل آها بیتا بزوانو لی که تخمنتت گانو که مجکتانی مبسمتت گانو خزق مشیخه
لدفع الأرخي أنا أم ديت شميوفن أم ديت خزيوفن قد مشيخة بيه بتلميدو يخا أوتا غرابة سورتا وين تيوه وكتاني لا رمشا خارا يا خرمشا خارا تتمارن قد مهر أها خولون لبصري لأها الدمي لشتيمون لهم بخزايو يخا أوتا ختيبنا وكل أن تلميدو والهم بدا خينا يأرخويتها أرخويتها رابا جورتها هي لطفا رابا مجكتاني كباب وأدخل مديانة خينا جانوخ مضايتهم مشيخة هوي دايوة لي خارج رابا زيزة قدان مديانة إنا بخزايو أخ أوديو أها تشئيتا بتخخلا خزخ إن مطرانت قد أخنن إتلن همانوتا الله وآلاها وقديلت يوفو لبيده قد ألبات داها أرى دوري ينشاري ينجشمية ين ألباتت أرى خزخ أقديلا خشيخ لآوه جويد داني أنا مخشوخ بن أزخ ألدو طوصن خينا قد داخي خا أريا كمسي أودي لجوكا ينخادان كتيتا بخامن خورزت قد أخنن جو أسيريان ناشنال برودكاستين مريزوخوا وميوخوا البدفاتوخون قد خزيتون مرخدان مرخدان داها خورزا ميقرا سام درمون قد خادانا أخنن ويخ بلاشا يخا مبخا كمطلب خيروتا ومطيتت الحاقوياتو آها أمتا لاقت ما صخوة ما تخوة بولاقة بلده أمتا ما يخوى لخيروتا وحاقوياتا الداها أمتا وديو بغزايبخ او أريا قد نرنور و أخ أريا و بلاش و أخ أريا وديو بيش لجوغة وديو بيش لزايد خدانة كتاتا داخي عام ديوائل كل أن بيتاين من ملبانوتا ومن ده إيتا قد وديو أخنوخم بخشابتون أخنان دينان وقداني وأخنوخم جب ماخيتون أديا خامن دي روبا شابير أنا مغزن نوخم خدان الشيخي لي خدان الشيخي لي بيتايل همزم قم ناشو قالو تلكت لليل دمو همزم أزخ أزخ مويلة بايا بغزاي وقت دخت توما دكتيو با ادان اتلو زويزا ان ليشانو غدا بارز خينا جاب بماخيلوخ ادي خزخ مارميلز تيلي جو كندا قصت إلى رابا برشتا قصت إلى تيلي تاما قد خزي مار امانويل قامو ريزاين بادل قامو بجراش اللوي با بتايل قصتت بيداغت آتوراي مايولي قد جري اويا يو امرا انا شبت دوار انا همزم ليل دا قصد ورابا من اخون واتن مارا اخنن لخبار مو يقامو اتن لت سزجورة من دن خبران خمدي خلطة ليل همزوما انا مارم ان سباي جشقيتون ان شميتون سباي مويل مارا مارا هل اوديو يوما پياش لكتفتا شما آتورايا خلطله شما آتورايا خلطله مارا اركن بيداغد آتور متي لجو متخا لمدا مبخا ايكا متو يول لمدا ايكا هي يعني لويبت عمره يعني يقينك مثلا هي بغزاي وغلخا ماني مارا
هل أديو يوما بكتابنا قد شمى أوتورايا خلطل شمى أوتورايا خلطل تريقاه أتخى بكتابنا ماني بكتابنا آن قصة قامو بتاخوفت أديو يوما قد تيد قصة مرأة منو إلصابتا من دوي با قيابا قالوا مارو موله وإيدو ماريو خاله صبو ماريو خاله أركن بيداغت آتور متتا يمتخا مبخا لندا إيكا ناشي شهرنا جبن خايا أخدوو شيخ خايا دمتي لشيخ شما تورای خلقل شما تورای خلقل بيداغ قوم راني قايق لا موريتون اركن بيداغ اطول متت لا قمت لخا بغزايبخ خامن آخون واتن دخت آنا طليبون تخمانيات داني دا آنا بيها ينيطن موينا ما توي لكومنت قد آنا لم بغزاي خان دي خلطة بدامن دي آنا مري بلكت آنا باسرويتا مغزيين ين لن مصيا مضمنا قصة آدي آجا هدون بالدارة قد آمن دي آنا تعني قد يوخون أنا جدّم أمورت قد جوشكوين إن لابن خيشة جو تيوي آبن خزيا فيليب نايه جو أمرانه كمتيلة بيداغت فيليب نايه أروس نايه هر هادا غريك نايه هر هادا كل أموات دا دنيا بيداغي كمتيلة تاما ماني ميري للامة تتا بيداغت آتور جداها أمرديوخ أنا اتلي شكلا جاني جريشوفن إذا انت خيشن في شيكاغو إيتا أتكتن إيتا برختت إتفالن أني بيداغد آتور هم شبيتلا جو أمرانه عدي خزخ ماني كدي يخميرها كد بيداغد آتور لا يا جو أمرا قامو اوديو آتن سبوخ پاشو تاوت که ارکن ماروید بيداغ متی ملت آمان مانی مکلیو خیوه و عدی قامو آتن متو یاوید هیچ خیصورا لطفالا الداخ زقیت آتن اتفالو خال کنده اخچی امت دیین دخت بغزای بخ دخت قدو شیخ چاپم خاینه قدیو خدا بدا پسلا چاپم آخی اوديو بايا خزخ اخنوخون مطرانه من دا امتا قد ايوة اريا مجره جوك بولت لوخون اين جبار ديان اين اريا ديان بكو شوطت اتوالون من ايكت ايوة اخ اريا كبال شيوة اخ اريه كبال شيوا هل دمه ناطوب تخاره تا جانه كسري والال ايلانه قد لامسي و ارقيوه پشي و ميتيوه اينا هل دقيقه خاره تا بال شيوا او ديو آتن برشه ود جو استراليا او آن خبر دموكراسي مبلوخو ود قد انجلسنايا بديان جاخك بدو بصلت آتن بيايوت اخا خرشتر اخا ماجيشن دخت بدايتون ستيت و تشيرش يدن اتروات اينا بريشي قصتت امرانه و شلطانه اينا تري قصت بريشي ولي خوطي جوشولانت ويدالة وديو باين لبلن نوخون
خينا أني جبارت قد آها دوراشا ميو والإيتوتا كل متالون جبت فاته أخجوكي أخ زايد كتياتي وأني جبارا خينا قد اتفالون سيب هيكو إيدي كبلاشا كخيروتا كزدقا وديو أني جبارا جش مجرى وعدين هجوك ما توينا توما خاخرزة اتفالا كتشقيتت مرشمون قد في وسادة دخكتانخ كإيتا ينزى أمتموك ميدالا ميقرس هم دربون خدان خورزة رابا رابا مليا من ملوء شعبير مويلة الإيتوتا إن خزخ جداها خورزة قد عادية خاصة مسورة أنا متن غاتو أخون خزخ أريا داخي بلاشوا وأوديو بقرة خزخ إي كلي سام درمو أزخ شما غلقا كريتا همزمان دا ميقرا قد إيوة خا بلاشا جو مبخا مويدال سيبن مرمو بلاشا خامن خسيت ات سهدا مرئيش شمون إيوة كت كاتو ودر قولو كت بالخ ودر قولو وكت بالخ ودر قولت أمتا عطوريتا يعني آنت بالخي ودر قولت سهدا مرئيش شمون ليوا قصت إنا بلاخا در قولت خابر صوبا إنا تلاخي ودر قولت أمتا عطوريتا اتوالي كل خامن دي بدية جواجته يصوره من مانيوه كل خا داكمن بدية ايتن إن سهد مريش شمون لوا قلتو قابوت هادخ بتخزخ اديوم جو أمتا عطوريتا بغزايخ قد ايش خجمة برسوبة وبزمرياتة بشمة بزمارنا إن آني شق من خاينوتا الأمتا عطوريتا خامدي سباي لنا ويدن كل آني بتآتي يوم قد أمتا عطوريتا خزة كل داك من سدية بتبيشي بولتا يو خبايغرافي جمرتا اتسهدا مرئيشة شمون نيومتي مخبة آني الدواوت أمتا عطوريتا أجد غزيل أمتا عطوريتا إتوالا خاريشانوتا خرتا وخاريشانوتا ديمقراطيتا أبنتي وخطريشانوتا تسهدا مرئيش شمون ين باترياركا خينا من قم مرئيش شمون اندي و نياخت مر بولس شمون ين سهدا مر بنيامن شمون إيوا خطريشانوتا باترياركا أهريشانوتا إينا خوشتوا من قيومة من كل أشيرته من كل جونة اتنجي أمتن عطوريتا جمايات الشقلي وشوبا وأخنا يداها لايبري اتسهد مريشة شمون ايتن جمايات منتس جمايات كتخ قيومة كتخ ملك كتخ ريس كتخ اللانا إيتنايت شركة لجداها جميتا أجميتا دي قاريوالا ريشة أمتا باترياركا قاريوالا إمتيوة أجندا ياتيوة كتخ ملك كتخ ريس إلى يعني قيومة إيتاتا بريشة يا يجاوة إن من أمتا توريتا أنيت كلخ خيال ومقروالا دوراشا يا أيوة الدملوة خرت الشقلي وفوت قالا وخرت قطيتا هج دانا هج خا باطرير كلالة ويا دكتاتورايا يوم تاتوريتا ويدالة أم دي ديلة أم تطلبتا أم دي ديلة أم تطلبتا منه بأرخت قيومة أمتا يداها ريشانوتا عدواوت أمتا جوربلن تآها ريشانوتا ما خيلا عيني وإي أرخى إخيداتا قمت درتت أمتن آتوريتا لبارا
ام خاتت امتن اطوراتا اسروتت زدقت امتن اطوراتا لا شرطت هيتش خمن زدقه ايوه بمخاتت ريشانوتو اختشي وجوربلون وويلون منتيانا بنمت المخبة أخا خاخور زبا قد بيش ومريزة بإدادة أخونا سام درمون وب خاخور زا مويل الإيتوتا تش إتنايا و أخا خا كمار باب قد من داها خورزة أنا مغزوين إلى اليوتيوب شانل ات ام بي سات إن أمسيتون خزيتون لكل إنا باين لخا أنا مدن قد جداها خاخجة سورتا كريتا فيديو كليب خامن دي روبا أنانقايا ميقرسام در ممتخور للاخا قد باتريير كديان لينا فيي من دن مجتاني ناشت قد خبرت جاني اخجي مابوري والا مايوا من كل طبق بريشت ناشت ديان من كل شوطن من كل مالك من كل رئيس بتيابوا تخمنياته متويه والويدال وود بش قالوا هج دانا ليلة متخر تقت أن تاني قديلت أروش ميا بيدانيلي وأخنم تودخ أومن ديت أخنم بايخ بغزايتون پرشونيا لخمودي إيلي پرشونيا إيلي من أرى هلش ميا رابا پرشونيا لا فاطر يرك ديان لتفالون أربع مليون دولار بيتا زوني و بيه بجاكوزي جبت فاته بيه ب اتش بي او جبت فاته وفيلم شلخاي يتفي خزي جبت فاته باتر يركت ايتات ديان قمت بخا مسكنوتا كخييفا و اتفالون يسورا من امتد جانن قد يطيبا ميلا باوته لاقت اوديو ازي جانه زبني لكن خرايا وخامنديت قد ليل دوز ميل مغزيل قم اين ديان دوز اخنا نشوب ماخخ ان امسد ما شخت ات جوب مخاينا كا ميقر مر اوا ادن تت بخار ل كا دن شواف ديان قد اوديو تيجينا اوبر ديان خيوت ديان زبطنونا إنا أخنن أديو جريب من تيطل طنخ لطنخ أقلوخ النشقخ لا أهلا برشونيا قد أديو أنا بلاشي ليك علي وب أخواتا قد همزومنا مارا من جيبت ما يخ قربايوتا الأيدال بولاقة بدرايبخ اينوخون سبايب توخون لون يشكون ماي پولاقا ميولي جو امت ديان اخنا لطفا لان پولاقا پولاقا ان جلالية ميالون جو امت ديان ان زبناند خلو ديم ديانه ادي ازخ الخا فيديو رابا مكريكنتا قد خزق اها خيوتا ديموكراسي مد شخلاب مويتلا ال كياند كل خامن دي شك من اطرايا خزق ال كياند كلب داخل مديتولا اها ديموكراسي الله Thank you.
خب سامت جاني ابن أمتي مغبة بداها فيديو رابا رابا مبسمن وصلمونا قمايني كت آدموكراسي أهم مردوطة خطة كت أمريكا ين يوروب مرفوخ على جدا الدنيا مجرى حقياتا بشقالين أمنيداتا ودخت أوديو جيوما بارانا بغزاي وقت أنا ليفن كت خاصت خمني دوقن وخاصت خمني رابن لخا إنا أومن ديت شرارة إيلي أطرت إسرائيل يوفل بساسا ين إيقارا كت أويلون فلسطيناية قالا كت أويلون فلسطيناية أرى الخيوتا أوديو بغزاي وقت كت هند Freedom Fighters دخت إينا بلاشق خيروتا وزدق بقراينا cockroaches بقراينا پاسوس مارا إدانت بقتال وقت خادنا پلسطينايا لي وقت بقتال خبر ناشا بقتال وقت خا پاسوس خا حيوان أن Freedom Fighters أوديو شمي پيشل تروريست بغزاي وخ جدا ديموكراسي بدا قانون قدمتوينا ين بتشلمت ين بتفشت قرية تيرورست اغدا قصة قد ميقرا ميلس قد ايوه يوسف زيان اذا انتلخ بيوسانا زي وخش لطاما جو استراليا ا بولاق رابا جورا مويلة جو بني امتن دخت كل مويداله ان عمران بنايه و ان بلخانت بلخانه و قائتا كل مويداله خفيش من كل ايتاتا مويداله قد تاما بلخانه و دخت اخنان دا اتفالا هر او پسلا لخا جدام ديتن جانن جسانو زي اخنان من قم ميقرز يوسف زيا اتي و تاشاوي و لخا اتفالا خا عمرا رنت شده خواله من كل ايتاتان كزخوة تاما من بروس بطرايه من قاتل قايه من مدن خايه من كل خا بصلا كزخوة دو عمرا وسلوطان صالة خواله ومجلتاني شولا نو دخواله هلت تيلا عمرت جانا بنيلا اخنا بنيلا انخين دا بنيلون جد خا عمرت جانا بنيلا خارتا تيلون ان بولاق جوره إذ مر باوه، إذ مر لنبادامو، مو يهلون يو قصدت، أمتن بوش پرپسي إلا مو يدالا. عدية آزخ خزخ قطة بقطة تشئيتان خزخ داخي آه مجيشن، آه ميلس، آه زيا يوسف زيا ينمودي إيلي. خزخ اقديلت قد بيدولي اتقرى وشمية يا رب بخشافت حسنايلا امشتقلانوتا قد علايا بل اقديلة خاخشة انقايا بيدوخ وقاتن قاتت ظلمت الخكمناشي قد بليخ ناقشيا قد امرا ينقدو من دي جمنا طاما ومن اداتي شقلت بخيلت government بخيلت ديموكراسي قد فيت لخا قوضة القدالة كلن ديموكراسي مهر أني ممينة قد بتآتي جدا أطرا وبتشلمي القانون داها أطرا إنا بغزايتون أني هايوانة أنه مهر من هايوان لا فرشي دختام و اتخ اجتینا لخه یو خیابان در سیدنی و لندن ملبورن اتخ شلون و بعدنا بلاش بدراینا ما اخنان لخ بلاشا اخنان حقویات ان زد قم بیایه واخ اهلا قد اخنان او دیو یوم ما رخ خیش کن مار میلس مد ملکوی تا زرزلهی می که ای ملکوی تا زرزاله من بنیتت خاخچه ناشه من دوخت خاخچه ناشه و خش لگنیوه لینزوی زکومت اتفالون و بریل خامن دیس بای اینا بگینای تا اها ایلک تانیل زوی ز دمه کما ناشه او جزلون گدا قصد حقویاتت کما پا
بصل ناشي شقيليلوخ قد آتن أديو بدا بصلا أكلوخ ربويت الأويدالة وكألا هذا لد بخشابة ومارد قديلان شمية وأرقب إيدينا أنا بتشارنهم بديسرنهم أأمتا إن أديو لارشا بس هاقوتو إيل موتا أزخ خزخ أقصت داخي شوريلا ومجرى برشنا لقاما قد شلخ هاقويتا من إيدا ياوانا وإن أريه أديو فيديلون جوكا شل متولون بيتا يشكخ خزخ ميلا قصت مشاريتا. So says the bishop, the target of their anger. But they say he can go to blazes. This man here, he's a devil in himself. He's the what, sorry? A devil in himself. He's a devil, is he? Yes, he is. To me, he's a devil. He's not a bishop. Does this man deserve to be killed? God will kill him if he's man of God. Over an obscure dispute splitting the Assyrian church. Religious violence is now apparently a byproduct of our immigration and refugee program. On one side of the Assyrian dispute is Bishop Joseph Zaya, who has lost effective control of his church building in Sydney's western suburb of Fairfield. This is terrorism. Yes, it is. And I'm very surprised to see such thing happen in a democratic country, a country which opened its arm wide open to those people to receive them, to be law-abiding citizens. خبر الديموكراسي مجرى مبلوخه له ومجرى بشقاله لآها مجرى تاني شلطانة أستراليا مجرى بشقاله له ومجرى كناش ديان مضوية له قد آها ديموكراسي قد أخنا آها أطرى درنان وبتيقي لقديان بتاي وغ لخا وبغزاي وغ مين هوادك يجدانا أنا لن همونا خجيشك مجرى مضوية لقد أن ناشي خكم ناشي كيوية وحشية من العراق من سوريا من لبنان تيجينا لخي جدانة أستراليا دونا بلاش دمه بدرايا أزغ شمخ بنون بنات داها أمتا قد قمت باتر يركك شمي والله خزغ أديو مطران ديان ميلة تخمونا باسه. Against the bishop, a couple of thousand parishioners who reckon they built the church and that the bishop should go to blazes. Well, good evening to you, ladies and gentlemen. My name is Richard Carlton, and welcome to the Channel 9 studios here tonight. Some of you were in the crowd when the punches were thrown and when the Middle East cauldron spilled over into the streets of Sydney. Let's have a look at what you did. Our rights will not be restored back. I assure you there will be violence, there will be bloodshed. That, sir, is you. Are you proud of your behavior? They're all after me. They said we're gonna kill you. Yes. And I got a proof. I got a proof that they said they're going to kill me. They're after me. That's my husband he was talking to. He didn't start fighting. If he was for fighting there, he didn't take a pregnant wife with him with three kids. بغزاي بغلخة مويلة تومو قد منخبلون بشول قد فيدنا إنا آها أريتا بتلايلة برخاصة جورو مارن آفون تي بغلخة قبلاشا لما يوالا بختو يا قرطا بيا السورو تاما لاتي بقى بالشوا قد خيوت ديان ما تيوالا جو خزدوتا أسهل قاما. Good evening to you, ladies and gentlemen. My name is Richard Carlton, and welcome to the Channel 9 studios here tonight. Some of you were in the crowd when the punches were thrown and when the Middle East cauldron spilled over into the streets of Sydney. Let's have a look at what you did.
If our rights will not be restored back, I assure you there will be violence, there will be bloodshed. That, sir, is you. Are you proud of your behavior? They all after me. They said we're gonna kill you. Yeah. And I got a proof. I got a proof that they said they're gonna kill me. They after me. That's my husband. He was talking to. He didn't start fighting. If he was for fighting there, he didn't take a pregnant wife with him with three kids. Mr. Carlo, you were there too, weren't you? And you were the one that said, if our rights aren't restored back, there'll be violence and bloodshed. Yes. May I suggest to you that's not acceptable in Australia? No, I know it's not. Well, why are you behaving like that? What do you expect me to say or when I have been stripped of my rights? Do you recognize that that's not acceptable on the streets of Australia? Well, nobody likes it, really, as a matter of fact. Do you want to apologize for your behavior? I haven't done anything myself. Well, there you are. You said the violence and bloodshed if your rights aren't restored. The court has not agreed with you. Yeah, I know the court has not agreed, but the court is not recognizing our rights too. I see. You're above the court? No, I'm not. Will you obey the court? I am asking the law to restore back our rights. Good, good. Now, Bishop Zaya, could I play to you what he thinks of you and your group? They made a promise to this country, to this government. They will be law-abiding citizens. They will do everything possible in their power to serve the country. If this is their promise, well, I'll leave the rest to the government. Well, Mr. Nano, what have you got to say about that? This man here, he's a devil in himself. He's the what, sorry? A devil in himself. He's a devil, is he? Yes, he is. To me, he's a devil. He's not a bishop. Uh-huh. He's not a man of the God. Right? The man of the God, he should create a peace. Does this man deserve to be killed? This man... Well, I'm not going to say that he deserves to be killed. God will kill him if he's man of God. But you have said it before, haven't you? Did I say that? Yes. I don't remember. I don't recall whether I'll said that. I'll give you the words exactly. Would you like them exactly? Yes, go ahead. So you would go into the bishop's place and kill him. Kill for the church, you said. Did I say that? Yes, indeed. Did I say that? Yes, sir. No, I never said that. I don't recall that I said that at all. Now, you tell me, up 1985, when this man came to this country, did we have any fight? Did we have any violence? No. It's his fault. Yes. Are you going to obey the court's ruling here? The court of Australia doesn't know our problem. The court of Australia cannot solve our problem. It's a religious matter. It's a family matter. Are you going to obey the court? For how long will I? What? Strip me from my right and throw me in the street? Where's the 20 years hard working? Where is it? I don't know. Now you tell me, I want to know. Are you going to obey the court? Now this is what we're here. I want to know where is my right for 20 years I've been building. لك أخونا بقول له قد إسري شن بليخ قشية الدابيتا كلا حقيتي مارا جري آتن قبلتا أومن ديت قد بيت ديانتا مرتلا مارا مو قد إي ربي جزدانا وأنا هش لي لا تانين مارا آها قانون له مارا أخر دك كويا جري كورت يطا حقيتا دي إسري شن جمخ إسري شن بقشيو تبليخ خلدها قصة وديو جانا خزخ لجدان روبا او ما رهي ادخلها بغزاي وقت ديموكراسي مجرم ابلوخونا وايلنس لاجري اويا بلاشا لا خبخا بلاشا اوي لا في دمه لختمه انا مجرى حقوياتا بشقالينا منن بكل دوكان ده الدنيا ديلنا إيد حقياتا بشقالينا جو لبت أطرد أبهاتا بغزاي وخ أخنا لي وخ جسباي إداتي وإذا انتد أنا مارن مش يخيوتا بيت أمت ديان ستمتولا أنا ليفن تيا بولاقة دارن جو أمت ديان إن خزيتون مشي خيوتا بولاقة دريتو لجو أمت ديان رابا رابا جور جور بولاقة درينا دمت بيخلي
واخنا سنيخ ويدالي انك ما كويتان ويزودة من الباشن اخنا بسنايخ ويدالي دخت اتلن برشتا تخمنيات همانوياتا بل كت إلى همانوتا مشيخيتا إنا متبصلا مشيخايوتا أي ربا برشتلا إن أبيتون سباي جشوق جو أمران أمريكا أنا اتلخ همسو مبن ببليون دولار زويزة بالوتنا بشمد مشيخة ببليون زويزة بالوتنا بشخلبت خبرانة مشيخة ين غدتا ين بولوس شليخة ين أخينا أخجي زويزة بالوتنا لتلون همانوتا الهجخة خبرتم زومونا اتفالي هيفي أمسون وغ بوش ما برمون وغ قصة مويلة إنا شوق نوخن بشينا البيشنت داها فيلما قد إيوخا كمباتويتا قد كل أمت ديان قد ألتويلة ميلس زايا قد أزلوا حقوياتت خخشة بنى أمتن چالج والا ميده قد آمسوا إمبراطوريت جهنو مقم والا قد أديو أبيتا ات 4 مليون دولار زبون والا و یعت بیتا اچ بی او گشق پوشون بشلاما I want to know. Answer the question, yes or no. Are you or are you not? If I get my rights, I will agree with the law. If the law doesn't give my rights, I don't agree a bit. There's no justice. You'll agree with the law when it goes your way? Yeah. No. I want justice. I'm seeking, we are all here, we're seeking justice. How many of you agree with this man? All. Are you familiar with Matthew chapter 5, verse 9? No, not at all. You're not? No. Let me read it to you. Go ahead. May I? Yeah, sure. Thank you. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Sure, I heard that. Are you a child of God? I'm a child of God, but that man you showed me on the TV. Yes, and are you behaving? That man, he's a messenger of God. But God's on your side, is he? Of course he's on my side. Does everyone here believe tonight that God's on their side? Yes. And the bishop is totally wrong, is that it? Yes. Is God on his side? No. But God's opposed to him, is he? The devil is his side. The devil's on his side? Yes. It's as simple as that. He's supposed to come here to teach us to love each other, not to hate one another. Since he's come to Australia, that's what he's done, and nothing else about it. Were you involved in the violence? No, I was protesting for my rights. Were you punching and kicking? No, I wasn't punching, nobody. What do you think of the people who were? I think they're just fighting for their rights. I just want to ask you, if somebody came up and punched you, would you stand there and let him punch you? No, I'd get out of the way. You would? You just would let him go, just like that. That's what the government's doing here. When somebody kills somebody, they just let him go. But because we're fighting for our rights, they've got to make everything, they've got to put it all in the media and they've got to make us look bad in front of everyone, don't they? They're telling you to abide by the law. Yeah, I'm saying, why don't they tell the people they go They're telling you to abide by the law and not turn on we brawls. We are abiding by no, the law. No, not by turning on brawls in the foyer we of the court. We didn't do it. Well, just what? A moment, there's the man that we've seen. The bishop would say, his people, that they didn't do it. They have to say that because they want to make themselves look good. They can't make themselves look bad in front of national TV. It was wrong. What happened at the court, it was wrong. Do you want to apologize for it? I've already apologized before and I'll apologize again. And does anyone else want to apologize for it? Yes, because we've never done this before. We came here first, I understood, to see Bishop what he's speaking. Then we answer his question, not yours. Listen to it. With their primitive thinking, they think that this is a way of getting a sympathy of the people. And number two, again, with a very primitive thinking, probably they think that they can affect the law. They are primitive people, are they? Yes, I think so. Do you mind being called primitive? What primitive means? What primitive? Yeah, well, we primitive is like apes.
in the tree. In the tree, not us. No, if he, no, was, we don't if he was a man of God, he wouldn't call he wouldn't us people. He wouldn't call us people. Okay, he wouldn't call us people that word. So he's not a man of God? Of course, a man of God. He should preach as a man of God, not as a man of whatever he said in the picture. Can you understand that some Australians, possibly many Australians, yes, couldn't give a damn about the arguments within your church that go back thousands of years and back into the arcane arguments of the Middle East? Well, why did you and we don't want them on the streets of Australia or Sydney either. Well, you shouldn't open the doors in the first place, should you? Well, then should the mistake be corrected? Well, ask your legislation and government. Don't ask me the question, that. Yes. You said Australian people, they don't like us fighting in their streets. Why you were fighting in Second World War in our country, you and Germans, and killing our people there? In North Africa. You were fighting for justice, isn't it? So we are fighting. But there's no justice. Why was the Australian... The killing the children. Where is your country now? Middle East. I see. It was Middle East. But where is your country now? This is my country. This is my country. Okay. And will I you swore accept and put my hand on Bible that I'll be loyal to this new country? We tried so hard to get some of them from while they were in refugee camps overseas to get them into this country. I personally worked so hard for them to bring them here, but unfortunately a handful of people reflect this bad image for all the Assyrian community in Australia, which is this is what I regret very much. Is he telling the truth or not? How many people here are from refugee camps that he helped into the country? Do you owe him nothing at all? Ladies and gentlemen, you might be a bit surprised as to why the bishop himself is not here to put his arguments to you directly, but I did ask him to come, and here's what he had to say. Why won't you face them and have an argument with them face to face? I did. In the Supreme Court. You won't tonight. They say you're a coward. Well, I thank them very much, but I am not coward. I am civilized. Well, then have a civilized argument. Fight with words, not with business. They do not understand that language. I am not ready to sit with a person who speaks of violence and terrorism and bloodshed. I am not ready to do so. Violence, terrorism, bloodshed? Speak up, ma'am, sorry. You seem to have this bias thing towards us. Because we're from the Middle East, all we want to do is fight. Why are we any different to any other protesters that you open the TV and see? Because it is only the split in the Assyrian church that is causing riots in the foyer of the New South Wales Supreme Court. That was just that one day. Well, then we have last Saturday as well. There are 10 arrests, I understand, so far. They're the ones who started it. Don't laugh, all right? We're not coming here to laugh on us, all right? Hey, Ian. That's not fair. Go on, one more go. Make it sensible. Make it intelligible. Now, Ian, I just want to tell you something. I don't think so. Just a minute, please. Quiet. People of this country, for Christ's sake, listen to us. Where is our life for 20 years we've been working for? Where is it? That's what we want. Let's have a word with your colleague. Sorry, I can't hear you. Say it again, sorry. Everything went in their own way, not our way, okay? They won. They won because they paid a lot of money. We didn't have any money to pay for the government. They won. Well, they won in a way, yes. Now accept the court's ruling. Well, we don't accept it because it's not the right. We're trying to look for our justice. But you've got to, in this country, accept the rule of the court. Well, a lot of people have been victimized because of no justice. Is that right or wrong? But the court has spoken, you accept it. Well, they could say anything they like, yes. And not engage in violence in the foyers and in the streets. Well, I don't think any violence is accepted in any country, really. But when someone has been pushed into a corner so he can look for a violent, he has to look for a violent. I think that we've covered all the areas that we're going to cover tonight, ladies and gentlemen. I thank you all very much for coming here this evening.